الجيش واللجان يأسرون عددا من المرتزقة في عملية تطهير صحراء ميدي، وفشل مستمر للجيش السعودي في استعادة الربوعة. القبائل تواصل النفير العام ورفض الجبهات بالمقاتلين والمال. مصرع عدد من المرتزقة وخسائر يتكبدها العدو في محاولاته الفاشلة للتقدم باتجاه كرش. الإعلان عن تأسيس لجنة دولية في لندن لملاحقة مجرمي حرب تحالف العدوان السعودي على بلادنا.